يلا برج الأسد بقى. عندنا برج الأسد. برج ايوه الأسد برضو كان الفترة اللي فاتت يمكن بالأخص 2018 كان تعبان جدا صحيا وماديا وعاطفيا وعلى الصعيد العام. أما على 2019 إن شاء الله في مشاكل كتير هتنتهي، وكمان مشاكل قضائية هيلاقي لها حل وهيبتدي يرتب أولوياته. انت عامله مشاكل مع مين يا سمور؟ صدقني رافعه قضايا على مين؟ اعترفي. في حد ده العامه بقى، العامه بعد صفات الشر. العامه. اما عاطفيا هيلاقي في ارتياح عاطفي، في استقرار عاطفي طب افضل الحمد من قبل. لله، يعني نحضر فرح سموره ان لا شاء احنا قلنا هنحضر فرح معها، ما تجيبيش لو سمحتي تقلبيش الدفه عليا. لا قلنا في الاول عذراء عنده فرح صح؟ عنده جواز. العذراء ايه؟ خلقه ضيق ولا انا ما بستحملش. ما هو جاي هو بقى الاسد على طول. يعني طيب دي الاسد بشكل عام. بس نصيحه الفلك ليه بقى ان هو يتابع صحته، لان التعب الصحي يتابعه على 2019. لو في تعب صحي يستمر في المتابعه، مش لاقي نفسه كويس خلاص لا كمل. يعني ما تهمليش التعب، بعد الشر عليك يا سمور. برج العذراء بقى. برج العذراء قرارات مهمه. ايوه على طول انا تحت قرارات مهمه، انا طول الوقت باخد قرارات مهمه. وبعدين عايزه اريح شويه، زهقت من القرارات. اتفضل. وفي عنده تحقيق امنيه برضو كان بيطال انتظارها، يعني ان شاء الله بتتحقق. وفي على الصعيد العام هيبقى في تغيرات شخصيه كتير، سواء ان هو تغيير مكان سكن او تغيير مكان عمل، في تغيرات هتحصل في حياته. هيبقى مش حابب التغيير ده حصل ليه، بس هيلاقيه في الاخر لمصلحته. يعني دايما في الاول التغييرات مش تبقى محببه بالظبط، بس في الاخر هيلاقي ان هي حاجه لطيفه. هيلاقي حياته اتغيرت اصلا، يعني الاحداث كلها حتى الاماكن اللي هو فيها لو سكن او عمل هيلاقي كل حاجه بتختلف معاه، بس هتكون للاحسن باذن الله. يعني العذراء من السنوات الحظ 2019 بالنسبه لي. مظبوط. طيب حتى عاطفيا هتكون الامور مش مستقره شويه، وفي حيره مع الشريك، بعد كده الامور بتستقر. تمام، ندخل على الميزان. خلاص في استقرار السنه دي وسنه سعيده وجميله واتكسبت اهي يا جماعه. هي دايما بتبقى حيره مع الشريك وبعد كده باي باي. ما بحبش الحيره بصراحه. الميزان في اول السنه هيحس ان مفيش، هيفضل تشاؤم برضه، حاسس ان الدنيا ما بتتغيرش. بعد كده الامور بتتغير، بس يمكن هنقول ببطء شويه، بس الافضل هيكون في العمل، هيلاقي مجالات جديده تتفتح له. العقرب ده الميزان اللي احنا بنقوله. العقرب بقى وتوقعاته ل2019. والميزان عنده احتماليه ممكن شراء سياره جديده. طب حلو. طب ده كويس، يعني عشان قبل ما السيارات بقى في اسعار حلوه وجمارك اتشالت حاجات كتير. الميزان يا بتوع الميزان. برج العقرب. برج العقرب هيكون زي برج الثور من المحظوظين ماديا السنه دي. هيلاقي موارد جديده اتفتحت في مجالات الشغل، سواء بيع او شراء. وعنده مشاكل كمان هتتحل، بس هو ان هو هيبدا خطوه جديده، المفروض يرتب اموره على الجديد بقى. انا عايزه اقف عند العقرب بس تحديدا، لان العقرب ده بالذات ما فيش حد يجيب سيرته الا لما يقول لك ده عقرب، يا ساتر يا رب، ولادعتهم ومش عارفه والقبر ودول انتقاميين ودول. يعني تحسي ان هو لا، هو بيعرف ياخد حقه كويس قوي، ده ما عندوش حاجه اسمها يعني العقرب طول الوقت مش اللي يعني غلبان او قليل الحيله. هو العقرب طيب، بس هو العقرب غامض، فدايما الانسان الغامض بتحس ان وراه حاجات كتير. ممكن بيبقى طيب بس هو عنده غموض. ومن ناحيه الانتقام دي هم فعلا بيحبوا الانتقام قوي، ولا ولفسهم طويل في الانتقام. يعني مثلا مش يديكي خبطه ويسكت، لا ده قاعد يدي خبطات. نرجع بقى مع بالانتقام والخبطات. خلينا في العام عايزينها تبقى جميله. نروح للقوس. والقوس برج جميل وهادي وامور. لا القوس قوس. برج القوس يعني ابتدى الحظ يبتسم له من 2018، ما كانتش سيئه. السيئه عنده كانت 2017. 2018 يعني اهو ابتدى ياخد نفسه، كانت الطف شويه. 2019 بقى يعني من شهر 12 تقريبا والامور ابتدت تكون كويسه جدا معاه، وخصوصا من شهر في العمل. 12 2018. لان هو بيحكمه كوكب المشتري اللي هو كوكب الحظ، وهو موجود عنده دلوقتي. طب حلو قوي. فبيديله حظوظ وبيتخلص من مشاكل قديمه وضغوطات، الدنيا يعني افضل عنده. طب فيما يخص بس الارقام. اتفضلي. بس من شهر 4 لشهر اغسطس، يعني من 4 ل 8 كده، ممكن الفتره دي هتكون مضغوطه شويه عنده. طيب فيما